يلي بده يدرس دراسة مثل الخلق شو بيعمل؟ اللي بده يشتغل، اللي بده يتجوز، اللي ابنه مرض وين يروح فيه شو يعمل، اللي حابب يفتح مشروع منين بده يلم، مين بده يسمح له كيف بلاهن هدول كلياتهم. اللي بده يموت، اللي قال ما بقى بدي هالدنيا وينك يا موت، شو بصير بأهله؟ سرقة داير من دار، سرقة دنيا كلها كذب بكذب. العرس أغلى من الفرح، والعزاء أبدى من الميت، والمساكين حياتهم معترة، والغدر عم يخفق بقلوب الحساد. ناس بتقضي عمرها عم تزرع، وناس بتقش كل الحصاد.